ذكرى أكتوبر ذكرى عظيمة جدا بالنسبة للشعب المصري والشعب العربي كله. بالنسبة لي أنا شخصيا، أنا عيلتي تقريبا كلها كانت في سلاح الحدود. جدي أبو أبويا كان في سلاح الحدود، أبويا كان في سلاح الحدود، رائد في سلاح الحدود ومسؤول عن كتيبة الإشارة. أخويا أحمد سعد الله يرحمه كان في سلاح الحدود، جوز خالتي كان في سلاح الحدود، جوز عمتي كان في الهجانة في سلاح الحدود، عيلتي تقريبا كلها كانت في سلاح الحدود. يوم عظيم بالنسبة لي، أنا كنت في اليوم ده أنا مسافر عشان أحترف في نادي الصفاء اللبناني في يوم الحرب ده، وطبعا اتلغت الطيارات واتلغت كل حاجة، وكنا يعني محدش مصدق ان احنا يعني العدو ده اللي هو لا ينهار ومحدش يقدر يتخطى خط برليف. احنا عملنا كل حاجة.